إننا في هذا اليوم السعيد نقول قد ودعنا ضيفا محبوبا جاءنا بالخير الكثير ورحل وترك لنا الخير الكثير. ودعنا موسم العبادات، موسم القربات والطاعات، موسم زيادة الحسنات، موسم الصيام والقيام، موسم القرآن وإطعام الطعام، موسما كانت مساجدنا فيه مهموره ومصابيحنا فيه مشهوره. أتراه يعود إلينا أو تدركنا المنون فلا يعود إلينا. فطوبى لمن صامه إيمانا واحتسابا وقامه إيمانا واحتسابا، هنيئا له بمغفرة الذنوب، هنيئا له بتكفير السيئات، هنيئا له بالأجر بغير حساب، هنيئا له بالعتق من عذاب، هنيئا له بلب الرحمن، هنيئا له بشفاعة الصيام والقرآن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها المؤمنون، العيد هدية الله لعباده، وهو يوم شكر وتكبير وطاعة وعبادة، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يسعدني في هذا اليوم المبارك أن أتقدم إليكم بأصدق عبارة التهاني القلبية، سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ها نحن نودع شهر رمضان المبارك بعد أن وفقنا الله لأداء صيامه وقيامه وأداء زكاة فطره وصدقاته وحسن معاملة الناس. شهد مسجد حكامة أداء صلاة العيد المبارك، وكما جرت العادة فالعادة المعروفة والمشهودة في شمال المملكة المغربية الشريفة، بعد أدائنا لصلاة العيد المبارك نتوجه إلى عائلتنا لتناول وجبة الفطور رفقة الأصدقاء والعائلة، وهذا يدل على أن هناك فرح وسرور بهذا العيد المبارك. عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام، وأن يحفظنا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يداوم على مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالصحة والعافية. اليوم إن شاء الله عيد مبروك إن شاء الله، وكنمشي ونفطروا مع الأهل، وصلة الرحيم اليوم مهمة إن شاء الله، وأدينا صلاة العيد ومشيو إن شاء الله عند الأحباب والعائلة والأقارب، والحمد لله والحمد اليوم خصنا نفرحوا الأطفال ونزوروا الوالدين والأقرباء وجميع، واللي عنده شي عداوة مع شي واحد خصو يكون متسامح. شهر الصيام وشهر الغفران، وتقبل الله صلاتكم وصيامكم. مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير. الله يبارك في عمر سيدنا، والحمد لله صلينا العيد، ودابا ان شاء الله غادي نمشيو نتسارعوا على العائله ونباركوا لهم كاملين ونتسامحوا، ولا كاين شي ضاغين الحمد لله نزولوها بين بعضنا. وعيدكم مبارك سعيد، وحنا فرحانين بزاف بهذا العيد الحمد لله، والله يتقبل منا ومن جميع المسلمين. مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير. اليوم ادينا صلاه العيد جماعه الجمعه، وبعد صلاه العيد ان شاء الله نخرجوا نشوفوا العائله والاحباب ونشوفوا زياره الاقارب، والحمد لله نطلب الله الخير. نعم أيها الإخوة، لقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصيام بالفرح والسرور، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: الصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، فما أعظم هذه الفريضة. وقد يوم تجزى كل نفس ما كسبت، يوم يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يوم يشفع الصيام لصاحبه فيقول: أي ربي منعته الطعام والشهوات من نهار فشفعني فيه. يوم ينادى: أيها الصائمون أن ادخلوا الجنة من باب الريان، فإذا دخل آخره أغلق فلم يكن منه أحد.
مبارك سعيد.